ازيك يا صاحبي؟ من النهاردة هتشوفني كتير اونلاين علشان بقى عندي دي اس ال من اي ام، وعن طريق اي ام اشتغلت في المكان اللي بتمناه وبقيت اهم واحد في الشغل الجديد بعد الويب سايت اللي عملته للشركة، وبرضو عن طريق اي ام. اي ام مش بس خدمة انترنت، دي حياة كاملة هتعيشها واحلام كتير هتحققها. ما تخليش الغربة تمسك الايام الحلوة. اي ام حياتك اونلاين. نادر، انت شايف من خلال وقفت مع الشباب حاربت فساد كبير قوي، هل انت شايف المجال الرياضي انا في كل حلقاتي لازم اطلع بكم حاجه كده فساد طبعًا يعني طبعًا وربنا يهنين، هل انت شايف المجال الرياضي بعد ثوره 25 اللي قام بيها الشباب واللي قام بيها الشعب ككل اللي هي بدون قائد ودي تحسب وتدرس في التاريخ، انت شايف المجال الرياضي يبقى فيه فساد بعد اللي حصل ده ولا لازم ينضف كله؟ كابتن بص حضرتك، يعني اولا طبعا زي ما حضرتك قلت هي ثوره شباب في البدايه وبعد كده احتضنها الشعب. نعم. والقوات المسلحه حامتها عشان توصل لبر الامان، بس هي ثوره شعب بنسبه يعني ما لهاش قائد ومحدش يقدر يقول انا القائد. انا دايما بقول حتى النهارده واحنا في ميدان التحرير قلت فيما هو تحت الشهداء اللي ماتوا فاحنا كلنا سواسيه، اللي قدم مجهود كبير قدم مجهود قليل، اللي شارك بساعه بساعتين بثلاثه كلنا شاركنا في ثوره مصر، كلنا لنا الشرف، وما يتلامش اللي ما شاركش لانه يكفي ان هو ما شاركش. يعني هو لا، انا هقول لك على حاجه في دي يا نادر. احنا هي بشعبيه مزايد ولا في اي حاجه. انا واحد من الناس كنت في بدايه الامر كنت مشوش، ايوه، وفي نفس الوقت عاوز اطلع انزل ميدان التحرير ومش قادر اسيب بيتي ومراتي واولادي قدام البيت. انا كنت بقعد بالتسع ساعات مش انا لوحدي، كل الناس. انا بقول لك والله العظيم وبحلف، انا بقول لك ان في كان معانا ولد صغير 6 سنين، اقول لك ان مسك واحد يهودي وموجود في شارع الثوره في مصر الجديده، مسك واحد يهودي بالليل الساعه 12 بالليل واحنا كلنا مش شايفين، هو ده الوحيد اللي شافه. قال له انت رايح فين؟ قال له انا رايح هنا في اوتيل هنا مش اوتيل وحاجات زي كده. مسكه، بقول لك هو ده الشعب المصري. فانا ما كنتش اقدر اروح ميدان التحرير ان انا كنت لا طبعا ليه كل العذر كابتن، اصل الشعب المصري لا مش لوم ولا اعتاب ابدا. لا انا بتكلم على ان المشاركه في ميدان التحرير ليها طعم هو تاني. شرف كبير جدا لكل واحد. أكيد. أكيد. يعني بالعكس ده انا بعزي اللي ما شاركش لانه هو فاته، انما بالتاكيد دفاعا عن البيت وعن الاسره، فده برضه شيء اساسي. انما نقطه نرجع للنقطه اللي حضرتك سالتني فيها، الفساد كان في البلد كلها. انا يمكن حضرتك بتقول للنظام، فبقول لحضرتك ان الفساد، انا بكلمك على الفساد الرياضي، ما هو الفساد في البلد كلها بما فيها الرياضه. يعني على سبيل المثال مثلا اقاويل وكلام بتتقال كتير جدا زي ما رهبوا الشعب المصري، وبالعكس انا شايف ان هي كانت مفيده للشعب لان هو جمع نفسه وبقى متعاون فعلا. لما ربنا سبحانه وتعالى قال في القران ان مصر امنه، مصر امنه بشعبها مش بالشرطه، هو ده فعلا اللي اتضح، ده الحقيقي. بس احنا محتاجينها واهلا بيهم. بس اللي انا عايز اتكلم فيها كابتن مصطفى ايه؟ ان 3 مليون النهارده في ميدان التحرير بدون امن. اعتقد يعني نقطه من النقط اللي عايز امر عليها سريعا كده، يقول لك الدوري لازم يقف والدوري مش هتلاعب والدوري هيتلغي. اي بلد محترمه، يمكن استاذ خالد سافر وانت حضرتك سافرت، نعم. اي بلد لو انت حتى دخلت استاد فيه 100,000 معايا، مع الشعب المصري متحضر جدا، هو ده اللي ظهر في شبابنا، متحضر جدا جدا. لو انت عملت بس لجان شعبيه جوه الاستادات بدون بقى الامن وبدون الشرطه والامن المركزي ويحجزوا 20 كرسي 30 كرسي عشان يبقى في التزام دلوقتي، ممكن في التزام جدا يا كابتن مصطفى، انا بتفق معاك. فبالتالي الناس اللي بت 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 بتقول لك لا والدوري مش هتلاعب واحنا يمكن نلغيه عشان اسباب المدارس مختلفة. لازم ترجع والدوري يرجع وكل حاجه ترجع، خلاص المدارس ترجع والدوري يتلعب، لان الناس المصريين زي ما قال الاستاذ خالد يوسف الحقيقه المصريين رجعوا تاني. يعني احنا رجعنا تاني، تعالى اتفرج يا كابتن مصطفى حضرتك النهارده مفيش اي حد بيحتك بحد، اللي بيعدي بيقول لك بعد اذنك انا اسف لو خبطته، لو بنت يقول لك لو بنت تعرفها ما تعرفش يا جماعه وسع خدوها تعدي. يعني الشعب المصري رجع تاني، فمش أكيد. عايزين نشكك في قدراتنا تاني ان احنا شعب لا منظم. خلاص مرحله وعدي. انا بقترح حاجه، اتفضل. انا بقترح ان الدوري المصري، انا مش كروي خالص لا لا بس انا بقترح ان الدوري المصري يرجع بماتش ودي ما بين الاهلي والزمالك يخصص دخله لاسر الشهداء. يا سلام. وده بدون امن، بدون امن، بدون شرطه، وبدون شرطه والناس بص انا واستاذ خالد يوسف يعني على رقبتنا وانا معاكم. بص انا هاخد ايديكم بقى المره دي بقى، والله هينجح والله. ال 100,000 اللي هيبقوا موجودين في استاد هم هيعملوا، واحنا كبرنامجنا هنعملوا الفكره دي، وانا اول واحد ايده في ايدك. هينجح والله العظيم. والله لازم يرجع الدوري بالشكل ده، يرجع بحدث كبير، بدون شرطه خالص، بحدث كبير، واهلي وزمالك اهو، مع الاهلي وزمالك. انا اهلاوي. طيب انا بس قبل اللي فاقدين معايا الدكتور عبد المنعم عماره موجود معانا بره هيشرفنا هنا، انا كان في عندي سؤالين بسرعه.
وكنت بقترح اقتراح ما اعرفش هل ده ممكن يتنفذ ولا لا. اكتشفين المبنى الكبير قوي اللي قدام نادي الزمالك, مبنى بتاع المجلس القومي للشباب والرياضة والمجلس الاعلى للشباب اللي موجودين. هل شباب 25 يناير الوردة الجميلة اللي فتحت واللي فتحنا واللي رجعنا قيمتنا كمصريين واللي رجع السلام الجمهوري تاني واللي رجع العلم واللي رجع زي ما احنا بنقول انت مصري ارفع راسك في اي حتة, هل ما يقدرش يدير المبنى دوت ويبقى مسؤول عن الرياضة وعن الشباب في مصر؟ انا بتصور ده اقتراح عظيم ان انت تستغل هذه الطاقات كلها اللي هي مش متنظمه وتنظمها في جهاز, يبقى جهاز الشباب بجد, يبقى جهاز شباب. نعم. ما يبقاش مجرد حركه بيروقراطيه بتقول انها بتخدم على شباب وهي ملهاش اي محتوى حقيقي. الشباب ده لو اتوجد لهم مبنى زي ده ويمارسوا فعلا كافه الانشطه فيه, مش الانشطه الرياضيه لا, كل هيبقى في لغه الشباب بالظبط, هيبقى في حوار حتى مجتمعي ما بين الشباب وبعضهم. نعم. يفرزوا ايه المنهج اللي عايزين يمشوا بيه البلد بعد كده. يعني احنا لسه لازم الجيل ده هو اللي لازم يحكم, يعني ده خلاص ما فيهاش كلام. يعني انا قلت تاني يوم الثوره, قلت انا زي ما بطالب الرئيس حسني مبارك ان يرحل, بطالب كل من هو فوق ال 40 او 45 ان يرحل. لازم يرحل بالمعنى مش يعني بالمعنى يعني. لا يعني احنا ملناش احنا الثلاثه لازم نخلي لا انت ممكن تمشي انا قاعد يعني لازم نخلي الشباب ده يقود فعلا. يعني هم مش هيطلعوا رئيس جمهوريه منهم اكيد, لكن لازم كمان 5-6 سنين يفرزوا قائد لهذه الامه من الشباب دول. لازم نبني